بسواعد شبابية أبت أن يستمر حال الرياضة في الكويت على ما هو عليها ولعادة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها أقيم ملتغى الاستثمار الرياضي لمناقشة تعريف خصخصة الأندية وأشكالها المتعددة ومدى الفائدة المتوقعة منها واجبنا ان نطور اي قطاع مثلا نشوف في قصور في الكويت فالقطاع الرياضي حاليا بالكويت مو بافضل حالاته اهم الاستثمارات الرياضيه حاليا احنا براينا اللي هي خصخصه الانديه خصخصه تاثر على اقتصاد البلد بحيث إنها تخلق فرص عمل في الانديه وفي الهيئات وفي الاتحادات ذلك تنعش الاقتصاد من حيث السبونسر الزياده الطرديه في حجم الاقتصاد وعدد السكان ووجود رجال اعمال اكفاء قادرين على الدعم بالاضافه الى التشريعات البرلمانيه المسانده عوامل جعلت من خصخصه الانديه حاجه ملحه اكيد يعني انت اليوم حجم الاقتصادي او القوه الاقتصاديه قاعده تزيد في كل الدول فبالتالي مع زياده عدد السكان مع عمليه عدم قدره الحكومات على تلبيه متطلبات الجمهور ميزه اضافيه ان جميع يمكن او اغلب الانديه اللي موجوده في المنطقه عندها اراضي ما شاء الله كبيرة, كبيره الخليج كله مش في السعوديه بس في رجال اعمال كثير قادرين على دعم الرياضه والرياضه وكره القدم فيها مداخيل كبيره متى ما وجدت التاسيس العالي والممتاز والمنظم بشكل كبير فيها مداخل جدا ممتازة أتوقع بمشيئة الله أنها راح تنجح في تشريعات موجودة ولكن ما نعرف ليش تأخرت في الهيئة بس أكيد أنا متأكد أن الهيئة مستقبلا العقود موجودة والأماكن المخصصة للاستثمار موجودة ولكن محتاجين أن نسرعها شوي ونمشي الأمور بشكل أسرع خصخصة النادي بالكامل لأشخاص أو شركة ما أو بيع جزء من أسهم النادي لهما وجهان مختلفان في عمليه الخصخصه لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي